السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة على تطبيقات، على الاعداد النسبية. تعالوا ما نشوف هنتعلم ايه في الدرس ده. هنتعلم ازاي اوجد العدد الذي يقع بين عددين سواء في المنتصف او جهة الاكبر او جهة الاصغر. تعالوا ما نشوف هنعمل كده ازاي. بيقول لي ايجاد العدد الذي يقع بين عددين، عندي قانونين او بيديني في المسألة، بيجيب لي مسألة على 3 صور، اما يقول لي من جهة، هل العدد من جهة الاكبر او من جهة الاصغر او من المنتصف. لما يجيب لي من جهة العدد الاصغر، القانون اللي انا بشتغل عليه، العدد اللي انا عايزاه بيساوي العدد الاصغر زائد المسافة اللي هو مديها لي ناتج طرف العددين. لما يجيبها لي من جهة العدد الاكبر، بشتغل على القانون التاني ده اللي بيقول لي العدد يساوي العدد الأكبر ناقص المسافة في ناتج طرح العددين. لما يجيبوا لي في المنتصف، بشتغل باخد أي قانون منهم يعجبني بشتغل عليه. أما يجيب لي من جهة الأصغر، العدد اللي أنا عايزاه بيساوي العدد الأصغر زائد المسافة اللي هو مديها لي في ناتج طرح العددين. لما يجيب لي من جهة العدد الأكبر، يبقى العدد بيساوي الأكبر، العدد الأكبر ناقص المسافة في ناتج طرح العددين. تعالوا ما نشوف مسألة كده. بيقول لي أوجد العدد الذي يقع عند منتصف المسافة بين عددين. لما يجيب لي في المنتصف، بحل بطريقتين، بحل المسألة عندي بطريقتين. أول طريقة اللي هي طريقة القانون، هشتغل بطريقة القانون. أنا هشتغل بأي قانون، الأصغر أو الأكبر، بس الأول عايز أعرف مين العدد الأكبر ومين العدد الأصغر. كنا بنعملها إزاي؟ بنعمل مقص أهو، بنشوف الاتنين في 7 بـ14 يبقى هنا 14، والتلاتة في 5 بـ15 يبقى 3 على 7 ده هقول عليه أكبر، والعدد التاني ده الأصغر. عشان كده أول حاجة بحددها ده، وبعدين عايزة أجيب إيه؟ ناتج الطرح. طرح الاتنين من بعض يبقى أقول 3 على 7 على 7 ناقص 2 على 5، يبقى ده الفرق أو ناتج الطرح. ناتج الطرح، الطرح عندنا يبقى بنعمل ايه؟ اول حاجة بنضرب المقامات في بعضها، 5 في 7 في 35، بعدين هعمل مقص اهو، تبقى اعمل مقص 3 في 5 بـ15 ناقص 2 في 7 بـ14 يبقى هيطلع لي 1 على 35، ده ناتج الطرح. هنشتغل بأنهي قانون؟ هنشتغل مثلا وليكن بالأصغر. يبقى ادي ناتج الطرح بتاعي طلع لي 1 على 35. هشتغل مثلا وليكن بالأصغر، يبقى العدد كان بيساوي ايه؟ العدد الأصغر، الأصغر عندي اللي هو 2 على 5 زائد المسافة، هو قال لي في المنتصف يبقى نص في الفرق. الفرق اللي هو طلع كام؟ 1 على 35. طبعا بنخلص الضرب الأول، يبقى الـ2 على 5 اهي ننزل زي ما هي، زائد هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام يبقى 1، والـ2 في 35 بـ70. وبعدين أنا عندي 2 على 5 زائد 1 على 70، طبعا هنوحد المقامات. ممكن اخد اضرب الـ5 في الـ70 هتطلع لي بكام؟ 350. بعدين ايه؟ هضرب البسط في البسط والمقام في المقام، الـ2 في 70 بـ140 زائد 5، 1 في 5 بـ5 يبقى يطلع لي 145. 45 على 35 هيطلع في الاخر 29 على 70، يبقى ده العدد اللي انا عايزاه. يبقى انا اشتغلت بالقانون. لو حد اشتغل بالقانون اللي هو بتاع الاكبر، هيطلع له نفس الناتج بالظبط، لان العدد بيقع عندي في منتصف المسافة. الحل التاني ان انا هجيب مين من الف المقامات؟ فاكرين لما كنا بنجيب العدد اللي بيقع بين العددين مثلا، كنا بنجيب مين من الف المقامات؟ هيبقى ايه؟ 35 مقامات، اللي هو 35 اللي هو 5 في 7 في 35، هنقول يبقى الـ2 على 5. عايزة اخلي المقام بتاعي 35، يبقى اضرب هنا في 7 على 7. بقول تاني ان الحل ده بحله بس لما يجيب لي في المنتصف، لكن الاكبر والاصغر بشتغل بالقانون بتاعهم. يبقى 35 اهو، والـ2 في 7 بـ14. الرقم التاني اللي هو 3 على 7، عايزة اخلي المقام بتاعي كام؟ 35، يبقى اضرب في 5
على 5، بالتلاتة بخمسة 15، بالخمسة بسبعة بخمسة 30، بيطلع لي 15 على 35 و14 على 35. قلنا هنضرب ده في 2 على 2 عشان نجيب أرقام ما بينهم أو كثافة العدد النسبي، قلنا قبل كده إن هي اسمها كثافة العدد النسبي، هنضرب في 2 مثلا على 2، فهيطلع لي هنا الرقم كام؟ يبقى 28 على 70، وهنا هيطلع لي كام؟ 2 في 15 ب30 على 70، يبقى العدد المحصور ما بينهم هيطلع لي ايه؟ العدد المحصور هيبقى 29 على 70 زي ما جبناه في السؤال التاني، يبقى هو ده العدد على 70، ده العدد اللي انا عايزاه، اللي هو 29 على 70. المسألة اللي بعد كده بيقول لي أوجد عدد النسبين يقع عند خمس المسافة بين العددين سالب 1 على 2 وسالب 2 على 5 من جهة الأكبر، وهو اداني ادي المسافة خمس ومن جهة الأكبر، يبقى اشتغل لازم بقانون الأكبر، بس عايز أعرف مين الأصغر ومين الأكبر، يبقى هنعمل المقص أهو، يبقى سالب 1 في 5 هيبقى هنا سالب 5، وهنا سالب 2، 2 في سالب 2 بسالب 4، مين الأصغر ومين الأكبر؟ يبقى سالب 5 هو الأصغر، الأصغر وده هيكون الأكبر، ماشي. وادي يبقى القانون قلنا إن العدد كان بيساوي، العدد يساوي الأكبر، فين العدد الأكبر اللي هو سالب 2 على 5، ناقص المسافة اللي هي خمس في الفرق بينهم، نسينا نجيب الفرق، هنجيب الفرق بجنب هنا كده، الفرق أو ناتج الطرح يعني، نطرح طبعا الأكبر ناقص الأصغر، يبقى سالب 2 على 5 ناقص ناقص نص، يبقى هيبقى زائد نص على طول، السالب في ناقص السالب في سالب بموجة، ماشي. هنوحد المقامات يبقى على 10، وبعدين هنضرب طرفين في وسطين، ناقص 2 في 2 يبقى 4، وبعدين والسالب هنحطها زي ما هي هي، الواحد في 5 ب5 يبقى زائد 5، يبقى طلع لي 1 على 10، يبقى الفرق بينهم 1 على 10، في الفرق هنا هنكتبه هنا اهو، في 1 على 10 يبقى يساوي سالب 2 على 5 ناقص هو، هنضرب الوسط في الوسط المقام في المقام، يبقى 1 على 50. هنوحد المقامات هنا، وممكن نضرب 50 في 5 او هناخدها 50 بس، يبقى 50، الخمسين هنا على الخمسة فيها العشرة، عشرة في سالب 2 يبقى سالب 20، وبعدين 50 هنا على الواحد بنحط السالب زي ما هي، 50 على 50 فيها الواحد، 1 في 1 يبقى هيطلع لي لما يكون الإشارتين عندي زي بعض، يبقى ايه بجمع وباخد نفس الإشارة، يبقى سالب 21 على 50، يبقى هو ده العدد اللي بيقع في خمس المسافة من جهة الأكبر ما بين سالب نص وسالب 2 على 5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حوط الإجابة الصحيحة إذا كان أ في ب على 2 يساوي أ على 2 فإن ب تساوي، مديني أدي الخيارات عندي، بيقول لي أ في ب على 2 بيساوي أ على 2، يبقى هنساوي البسط بالبسط، لما أضرب أ يبقى عندي أ ب يساوي، يبقى هيساوي أ، يبقى الب هتساوي ألف على ألف اللي هي هتديني واحد، يبقى الب هنا هتكون عندي واحد، يبقى دي الإجابة الصح عندي، يبقى أنا ضربت الألف في ب على اتنين هتطلع لي، يبقى ألف ب على اتنين، وأدي عندي المقام باتنين والمقام هنا باتنين، فهساوي البسط بس بالبسط، يبقى ألف ب هيساوي ألف، يبقى هاخد الألف هقسم الألف على الألف، يبقى ب هتساوي ألف على الألف اللي هي هتساوي واحد، لما أطير الألف مع الألف هتساوي واحد، يبقى ب عندي بواحد. اللي بعد كده إذا كانت س على 3 ناقص 4 بتساوي 6 فإن س على 3 زائد 2 على 3 تساوي، بيقول لي س على 3
يبقى اجيب سين على 3، عايزة اجيب سين على 3 في طرف اشوفها بكام، هتساوي هودي الاربعة بعكس الاشارة يبقى 4 زائد 6 يبقى سين، يبقى سين على 3 هتساوي 10، يبقى هقول له 10 اعوض بقى في العلاقة اللي عندي، زائد 2 على 3 يبقى تساوي، هنعمل ايه؟ هنوحد المقامات عندي، هنوحد المقامات على ايه؟ على 3، يبقى 3 في 10 ب30 زائد 2 يبقى هتساوي 32 على 3، يبقى الخيار الصح اللي هو 32 على 3. اللي بعد كده بيقول لي إذا كان 4 س ص بتساوي 11 وص بتساوي 3 س، فإن س تساوي، أدي مديني هو 4 س ص بتساوي 11، وهعوض بالص بتلاتة س يبقى 4 س، وهشيل الص وأحط مكانها 3 س يساوي 11، 4 س ناقص 3 س يبقى ده عندي موجب وسالب، يبقى بطرح باخد شرطي الكبير، وشرطي الكبير موجب، يبقى الس هتساوي ايه؟ 11 على طول. النقطة اللي بعد كده، إذا كانت س على ص بتساوي 1 فإن 2 س ناقص 2 ص تساوي، مديني س على ص بتساوي 1، هضرب طرفين في وسطين دي كأنها على 1، يبقى هنا يبقى الس هتساوي ص، يبقى أنا هحط مكان الس ص، يبقى عندي 2 ص ناقص 2 ص، طبعا عندي واحدة موجب وواحدة سالب، 2 ص ناقص 2 ص يبقى هتساوي 0، يبقى الإجابة الصح عندي بصفر. بيقولي ينساب الماء بمعدل 3.25 لتر في الدقيقة مع عدد الدقائق التي يملأ فيها 4 خزانات مياه، ساعة الواحد 39 لتر، يبقى أنا هجيب الساعة الكلية الأول. بيقولي يبقى الساعة الكلية تساوي، عندي 4 خزانات وكل خزان فيه 39 لتر، يبقى 4 في 39 بكام؟ ب6، الـ4 في 9 ب36، 6 ومعايا 3، و3 في 4 ب12، و3 في 15 يبقى لتر، ماشي. بيقول لي ينساب بمعدل 3.25 لتر في الدقيقة، يبقى أنا عدد الدقايق، دقايق هيساوي ايه؟ الساعة الكلية على المعدل اللي هو 156 لتر على 3.75، يبقى هتساوي 156 اللي على تتقلب فيه، وهرفع الكسر هنا، 3 في 4 ب12 1، 13 على 4 يبقى هتبقى 4 على 13، هختصرها بقى مع بعضها، 156 يبقى هنا على 13 فيها 1، على 13 فيها 12، 12 في 4 ب48 دقيقة، يبقى أنا عشان أملي 4 خزانات ومعدل 3.25 لتر في الدقيقة محتاج 48 دقيقة. وبكده انتهى الدرس بتاعنا، ومع نفهم نتعلم ببساطة.